الدولة السودانية الآن مختطفة، والسودان مشكلته الرئيسية الآن كيف يبني مستقبل جديد في ظل سيطرة الإسلاميين على القوات المسلحة. الشيء الموجود الآن بتحارب مع الطرفين. التقارير الصحفية الأخيرة اللي أنا شفتها، بعض الدراسات اللي أنا شفتها، أستطيع أن أقول إنه نحن يمكننا إحصاء ما يقترب من 30 ميليشيا محلية. الدعم السريع لا يمكن أن يكون هو جيش للدولة السودانية، والجيش الحالي لا يمكن أن يكون هو جيش للدولة السودانية. الدعم السريع ارتكب انتهاكات واسعة، الجيش نفسه ارتكب انتهاكات واسعة وضرب بالطيران وغيره. ما نريده الآن كيفية توحيد كتلة صلبة داخلية وتوحيد تيار إقليمي ودولي لوقف هذه الحرب اللعينة. تجنيد مستمر من الطرفين، التجنيد بيتم على اساس قبلي، التجنيد داخله اطفال، بل تباهى احد قادة الجيش بان احنا بنجند حتى الاطفال علنا، مش سرا يعني.